الله نور السماوات والأرض. في سبيل النجاح تذلل المصاعب وتنقشع سحب المتاعب. في سبيل المحبة تتعانق أغصان المودة. في سبيل جني الثمرات تهون كل أنواع المشقات. بالجهد والتخطيط تحقق الأمنيات وتزداد البركة في عدل الميزان. في سبيل السعادة تنسى الهموم والأحزان فترتبط الروح برب الأكوان. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. برنامج فقه الحياة، تابعونا في شهر رمضان المعظم على قناة المتوسط.